أحسن الله إليكم. تقول: ما حكم لبس البلايز الرجالية للنساء، علما أنه ليس هناك فرق بين بلايز النساء والرجال، إلا أن الرجالية تكون أزرارها بالجهة اليسرى والنسائية تكون أزرارها بالجهة اليمنى، ونحن نشتريها لقلة ثمنها عن بلايز النساء. المطلوب في ملابس النساء أن تكون ساترة، وأن لا يكون فيها زينة تخرج بها للشوارع، وأن تكون واسعة ليست ضيقة تلتصق بالجسم، وأن تكون ضافية على الجسم لا تكون قصيرة يبدو منها شيء من رجليها أو من يديها أو غير ذلك من جسمها، تكون ضافية على الجسم، وأن تكون ساترة لما وراءها فلا تكون شفافة ولا رقيقة تلتصق. كل هذه مواصفات للباس الشرعي، وكذلك لا تكون ملابس النساء مشابهة لملابس الرجال، لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال، ولا يكون فيها مشابهة لملابس الكفار، قوله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. فإذا توفرت هذه المواصفات في ملبس المرأة فإنه شرعي، أما إن اختل شرط من هذه الشروط فإن هذا اللباس لا يجوز. نعم.